اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. هاشتاغ يوم الشباب العالمي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. تكريم الطالب اليمني محمد البصير في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مختل عقلي يعود إلى طبيعته في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج. تويتر لايت أصبح متاحاً في 21 دولة جديدة. لا تعمل. أضيف فقرة الاستضافة المصور محمد قاسم. مرحبا بكم. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 أغسطس ليكون يوم احتفال سنوي بدور الشباب، كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشاكل التي تواجه أولئك الشباب في أنحاء العالم. واحتفل الشباب بهذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ اليوم العالمي للشباب. نشوف التفاعل. وبهذه المناسبة احتفلت وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن باليوم العالمي للشباب عبر ندوة تحت شعار إتاحة مساحة آمنة، وتضمنت الندوة مناقشة 4 محاور: المحور الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، والخروج بتوصيات تفعيل قرار منع حمل السلاح للقضاء على الظاهرة السيئة في المجتمع، وترشيد الخطاب الديني، وحث مكاتب الشباب على استيعاب خريجي الجامعات ضمن هياكلهم التطبيقية، وإيجاد مساحات آمنة لكل الأطراف، وحث صندوق النشأ والشباب على تفعيل برامج الابتكار والتدريب والتأهيل وريادة الأعمال. وبنفس المناسبة أيضا أقام مجلس الشباب العالمي ومنظمتا كفا وسواعد بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا فعالية تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، حيث ركزت الفعالية على تمكين وبناء قدرات الشباب والمبادرات الشبابية من خلال قادة ورواد العمل المجتمعي والإنساني في اليمن الذين نقلوا إلى الشباب خلاصة تجاربهم وخبراتهم. نشوف صور من هذه الفعالية. إلى تعز عاصمة الثقافة مهما مرت بمحن وأوضاع، يتجلى ذلك في منشور الأستاذ عبد الخالق سيف، نشوفه مع بعض. كتب عبد الخالق: مكتبة الشارع في تعز وثقافة على الرصيف، هذا ما نجتهد من أجله في مكتب الثقافة بتعز من خلال أكشاف متنقلة تستهدف أماكن التجمعات الشبابية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية والعامة في تعز لساعات محددة، وستكون متاحة لعشاق المطالعة والقراءة والمشتاقين لرائحة الكتب وملمسها الحقيقي الوجداني البعيد عن صمت الكتب الإلكترونية وغرورها. والجميع في تعز مطالبون بالتعاون معنا في ذلك، لأن القضية ليست قضية كتاب للقراءة، القضية تمثل حياة للعقل ورسالة عن تعز التي ستتخلد كأيقونة ثقافية في ظل غبار الحرب ورماد المكتبات المحترقة في تعز. تعز المشتاقة لأرواحكم المتمسكة بعطر الثقافة ومشتاقة أكثر لرائحة الكتاب. مشاهدة.
أخرى لمبادرة شبابية من طلاب يمنيين في الخارج نشوفها عبر منشور لعبد الله الغريبي، يقول فيه: لن تصدق لوهلة أن هذه الصورة لأطفال اليمن وهم بلباس العلم في تدريبات صيفية خارج إطار المدرسة المعهودة. كل هذا جاء نتاج لمبادرتين شبابية من طلاب يمنيين في الخارج، أملوا أن يقتبسوا نماذج ناجحة من برامج صيفية للأطفال ويقوموا بتطبيقها في اليمن. نعم، رغم كل العوائق التي وقفت في طريقهم لتنفيذها من معدات متطورة ومراكز تدريب متخصصة ومدربين أكفاء لتقديم المواد بطريقة محترفة وعالمية حتى تنجح التجربة ويتم تعميمها على نطاق أوسع. إلى إنجازات الشباب اليمني في الخارج ومن أستراليا تحديدا، حيث قام عميد بريزين المستشار جراهام كيرك بتكريم الطالب اليمني محمد البصير في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وتم تكريم محمد البصير بشهادة الصداقة التي تعبر عن امتنان السلطة المحلية في بريزين. وتفوق الطالب محمد في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أما الخبر العجيب لهذا الأسبوع فهو ما نراه في منشور لإبراهيم ناجي، يقول فيه: في حادثة غريبة مختل عقلي منذ أكثر من 20 سنة يعود إلى طبيعته في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج. وبحسب شهود عيان فإن شمشير الردفاني كان قد فقد عقله منذ صيف 1994 بعد تعرضه لإصابة وبتر لساقه. ومنذ تلك الحادثة كان قد أصابه الجنون ويقضي وقته بجانب الطريق العام بمدينة الحبيلين. اليوم وبدون أي علاج وبشكل مفاجئ يعود شمشير الردفاني ممارسة حياته الطبيعية والسؤال عن أسرته بعد انقطاع دام 24 عاما. وإلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من شركة تويتر التي أعلنت عن توسيع نطاق تويتر لايت إلى 21 بلد إضافي، ما يجعل تطبيق توفير البيانات متاحا لأكثر من 45 بلدا. وتم إطلاق التطبيق العام الماضي بهدف جذب المزيد من المستخدمين من الأسواق الناشئة إلى تويتر. تويتر يأمل من خلال التطبيق في أن يلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين منخفضي النطاق في الأسواق الدولية، ويمكن للشركة بواسطته المساعدة في زيادة قاعدة مستخدميها بشكل عام والتي ظلت راكدة إلى حد ما. سامسونج إلكتريك أزاحت الستار في نيويورك عن هاتفها الجديد جالاكسي نوت 9، واعدة بعمر أطول للبطارية والتبريد أسرع للجهاز لجذب الشبان من هواة الألعاب على الهواتف الذكية في إطار مسعاها لتنشيط المبيعات. وقال مصدر إن هاتف نوت 9 سيسعر على غرار سلفه نوت 8 الذي يباع ب $950
أمريكي. سامسونج أشارت أيضا إلى أن نوت 9 سيطرح في الأسواق في 24 من أغسطس الجاري، ويطلق على نوت 9 اسم فابلت لأنه يجمع بين خواص الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ونبدأها بمقطع يوتيوبي لليوتيوبر رامي القاضي، نشاهده مع بعض. السلام عليكم. كنازح مش شرط انك تحصر شخصيتك بشخصية مغايرة غير شخصيتك في الأرض الواقع عشان بس تقنع الرأي العام وتكسب تعاطفهم. مفهومية كلمة نازح تختلف من شخص إلى آخر. البعض بيفسرها أنه عبارة عن انتقال شخص أو مجموعة من منطقة إلى أخرى بسبب ظرف طارئ خارج عن إرادتهم، والبعض الآخر بيفسرها أنه عبارة عن ثلاث كلمات للبحث عن الأمان، بس في مصطلح جديد اسمه نازح في آي بي. في مجتمعنا نعاني من الكثير من السلبيات كالنقد على أي شيء وأي شخص وأي كائن حي يتحرك وتنفس، بس بعمري ما شفت أنك تكون نازح من حرب وتتعرض لهجوم ونقد كونك مارست حياتك الطبيعية بشكل طبيعي في مدينة غير مدينتك. أنك تكون وسط مجتمع واخذ بعض المفاهيم بنظريات سطحية وينظر لك بنظرية مختلفة ويحاول ينتقدك بطريقة مستفزة لمجرد إخراج طاقة الكبت اللي فيه واللي تعرض لها في حياته، أنت هنا فقط محتاج قلب أكبر من الحديدة. مقطع آخر للفنان عمار زايد نشوفه مع بعض. رب بسبع المثاني وبقرآن المعظم أصلح اللهم شاني واكشف الهم مع الغام أصلح اللهم شاني. ونختتم هذه الفقرة مع جديد الفنان أمين حميم. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم المصور الفوتوغرافي محمد قاسم. محمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم، سعيدين باستضافتك. عفوا، سعيدون باستضافتك. وأنا أسعد والله. يخليك ربنا يا محمد. طبعا مجموعة الأسئلة الأولى اللي بنسألك إياها هتكون سريعة وطريفة، بعدين بننتقل نتكلم عن تصويرك ومجالك في اليوتيوب. مستعد؟ أيوة مستعد إن شاء الله. نسأل السؤال الأول كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. طموح. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ إنستغرام وفيسبوك. وأجمل مكان زرته في حياتك؟ ماليزيا. مكان تتمنى زيارته؟ سويسرا. شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصية أتمنى، إذا كان من الأصدقاء فأعتقد كلهم، لأن لو اخترت واحد بعمل فتنة، بس إذا كان من المشاهير فأتمنى لقاء اليوتيوبرين عمر حسين وأنس اسكندر. جميل. طيب شخص داعم لك؟ أهلي. ومجال دراستك محمد؟
دراستي بعيدة جدا عن التصوير، واللي هي أنا عندي بكالوريوس محاسبة وماجستير في إدارة المشاريع. جميل جدا. محمد، لو تتكلم عن لحظة سعادة عشتها. لحظات سعادة كثيرة جدا، بس أعتقد إنه أحدثها وأفضلها عندي اللي هي من أسبوعين فاتوا، أنا وأخواني في قهوة الفيشاوي في القاهرة القديمة بعد فراغ دام لأكثر من 3 سنوات تقريبا. يخليكم البعض على طول. كانت جلسة حلوة جدا يعني. أتوقع. طيب. آمين يا رب. بالمقابل لحظة حزن عشتها. لحظات حزن قيل، أنا عايش لحظات حزن كثيرة يعني، بس برضو أحدثها فراد صديقي الممثل هشام الحمادي قبل 3 أيام، الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه. طب محمد، لو نتكلم الآن عن بداياتك في التصوير، متى بدأت وكيف؟ خصوصاً وإنك كنت أصلاً شغال في المحاسبة ودرست محاسبة وبعدين نقلة عظيمة. والله أنا بدأت في التصوير ب 2013 نقدر نقول، بدأتها بجوال HTC 5 ميجا بكسل يعني ولا حاجة يعتبر، بس كان عندي شغف، كنت أشوف صور لناس يعني معروفين ومصورين محترفين ما شاء الله، وكانت تعجب صورهم، وصار عندي زي الإصرار أن أنا لازم أبدأ أتعلم، بدأت أنه موجودة عندي الهواية من صغري يعني، بس كانت شوية ما فيش عندي الإمكانيات، شوية صعبة، بس الحمد لله بدأت أطور من نفسي والحمد لله اللي وصلت للي وصلت له اليوم. طيب طالما نتكلم عن التصوير، ننتقل ونشوف بعض أعمالك. مجموعة الصور كانت من بلدان مختلفة، إيش هي البلدان اللي كنت تروح فيها وتمارس فيها هواية التصوير؟ غالبية الصور هي اللي تم عرضها تقريباً في ماليزيا، مختلفة من كوالالمبور إلى جينتينغ هايلاند أو مرتفعات جينتينغ هايلاند ومزارع الشاي في ماليزيا. مذهل. يعني من أفضل الأماكن اللي ممكن زيارتها في ماليزيا. أوافقك. طيب موقف تحدي حصل لك بحياتك كان سبب في دفعك للأمام؟ ما فيش موقف معين، وإنما ممكن أقول الظروف اللي تمر فيها البلد اللي أنا موجود فيها الآن، يعني صعب التصوير شوية ما تأخذ راحتك بالتصوير يعني زي بقية البلدان أو زي الدولة اللي كنت فيها في ماليزيا، نظراً للظروف الأمنية وكذا، فهذا أعطانا شوية بوش إن أنا أبدأ في قناتي على اليوتيوب وأنفذ الفكرة اللي لها أكثر من سنة في رأسي. نعم. وبنفس الوقت عشان الناس اللي تتعدي، يعني كثير ناس كانوا يقولوا لي انت في ماليزيا يعني الطبيعه حلوه، مجرد ما تصور اي صوره تطلع حلوه، فحبيت ان اجتهد وارويهم ان التصوير يعني عباره عن عين المصور باي مكان يكون، مش شرط ان المكان يساعد او الامكانيات، والمصور كمان يحتاج مساحه حريه كبيره. اكيد طبعا. اللي لقيتها برا على البلد. طيب محمد، لو تكلمنا عن اسلوبك او اعمالك في اسلوب اللاندسكيب وحياه الشوارع. والله أسلوبي في اللاندسكيب بالذات دائماً ما أروح الموقع اللي أشتي أصوره قبله بيوم أو بيومين أو ممكن بأسبوع، أروح أعمل لفة على المكان أشوف الزوايا اللي ممكن الواحد يصور لها، ومثل ما شفتوا الأعمال غالبية الصور أنا دائماً أحب تصوير الوقت أو الساعة الذهبية يسموها في التصوير، اللي هي وقت الشروق أو وقت الغروب، واللي هي الساعة وساعة الساعة الزرقاء برضه، ف
احاول ان انا اروح المكان قبل ما اصور، قبل ما اخذ معي العداء، اشوف المكان، اقرب بالجوال، اخذ بعض الزوايا، اخذ بعض اللقطات، وبعدين اروح اشل العدة حقيقي قبل بساعة، قبل الغروب او الشروق بساعة، واخذ لقطات معينة، ومن ثم اروح البيت واعالجها على الفوتوشوب. طيب محمد لو اسالك، ما بالنسبة لحياة الشارع فهذا اوكي تفضلي. لا تكلم عن حياة الشوارع كان مهم. لا بس حبيت اضيف انه بالنسبة لحياة الشارع الصور غالبا ما تكونش مرتب لها، يعني تكون عن طريق الصدفة، مجرد ما تخرج وتشوف منظر قدامك في رسالة معينة، في شيء معين تحب انك توثقه. احيانا او غالبية صور الشارع اللي معي، غالبية عملي في صور تصوير الشارع بالجوال، لانه اكون بعض الاحيان مشغول او رايح شغل، مروح من شغل، فما تكونش كاميرتي معي، فاحب ان انا اوثق اللحظة هذه، فكلها تكون بالصدفة عبر الهاتف. طيب محمد التصوير بالنسبة أهم حاجة فيها إن اختيار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب اللي زي ما قلت أنت في الغروب والشروق بالضبط. في الغالب. طيب محمد التصوير بالنسبة لك مصدر دخل أو هواية فقط؟ والله هو ابتدأ كهواية، بس لما طورت من نفسي بدأت أخليه مصدر دخل، يعني بالذات لما رحت ماليزيا شفت إنه في ميديا قوية هناك، فبدأت إن أنا أشتغل فيه والحمد لله. كيف يعني ممكن تكلم أكثر تفصل؟ صار إنه أقدر أفصل بين عفواً؟ ممكن تفصل أكثر في هذا الجانب؟ يعني طورت عن نفسي في خارج اللاندسكيب وحياة الشارع، يعني الأعمال غالباً ما تكونش في المحورين هذون إلا لو عن طريق بيع الأعمال هذه في معارض أو عن طريق بعض المواقع اللي تبيعها، فبدأت أشتغل في خارج المحورين هذون اللي هو مثلاً تصوير الأطعمة، تصوير الديكوريشن، تصوير أشخاص عن طريق تغطية بعض الإيفنتات، يعني حفلات تخرج أو حاجة زي كذا، وجلسات التصوير، و الحمد لله بدأت يعني أعمل من أكسب من هوايتي زي ما يقولوا، يعني أعمل اللي أحبه وبنفس الوقت أكسب منه. وكانت أخرج من المحاسبة ولا لا؟ جدا كويس الله يبارك لك. المحاسبة ما تعملش فلوس زي الم. طب محمد يعني لو تكلمنا عن مرحلة الطفولة والبيئة اللي كنت فيها، يعني هل كان لمرحلة الطفولة وهذه البيئة دور فيما وصلت له الآن؟ للأسف ما فيش، الموضوع بدأ معي متأخر يعني شوية. جميل. لاحظت أنا لما رجعت عند الصور ورجعت لأعمالك أنها غالباً مناظر طبيعية، إيش السر على في هذا التركيز بدل يعني الأوجه والأشخاص؟ أي السؤال لو سمحتي؟ لما رجعت لأعمالك لاحظت أنها كلها مناظر، تقريباً أغلبها مناظر طبيعية، إيش السر؟ ما في سر ولا حاجة، بس طبيعة مصور اللاندسكيب هذا، يعني أنا لما أنشر الصور أحب أن أنا أنشر الهواية، يعني زي ما يقولوا يفصل أفصل عن الهواية عن العمل، فالأعمال اللي أشتغل فيها ما أحبش أنه يعني أنشرها وهذا، فأبقي الهواية للهواية والعمل للعمل زي ما يقولوا. وجربت تصور فيديو؟ المحور المفضل لي هو اللاندسكيب، عشان كذا أغلب غالبية صوري في الطبيعة، يعني في الطبيعة في السيتي سكيب، في هذه اللي هي في إطار اللاندسكيب. جميل. وجربت تصور فيديو؟ والله تصوير الفيديو جربت فيه كذا شوية في ماليزيا بالبداية، في سويت فيديو قصير كذا يعتبر سياحي إلى نوعا ما، عن بعض الذكريات لأجمل الأماكن اللي زرتها في ماليزيا. طبعا عملته كله تصوير بالجوال ومونتاج بالجوال، وإنه كان اللابتوب معي أعيش آخر أيامه، وهذه الأيام ما يتعمناش إن أنا أعمل مونتاج، بس الآن الحمد لله لما بدأت أشتغل على قناتي باليوتيوب بدأت أطور نفسي في مجال الفيديو، والحمد لله في تطور مستمر، يعني مش أنا اللي أقول عن نفسي وإنما الحمد لله المتابعين. جميل. أنا برجع هذا الشيء معي أول. بنرجع نتكلم عن اليوتيوب لاحقا، لكن أنا أسألك هل في صورة وأنت تصورها أثرت عليك، أو موقف وأنت تصور الصورة أثر عليك وباقي لليوم معك؟ والله لو المنظر يعني منظر معين أو صورة معينة، هي صورة العاملين اللي هو البنت والولد اللي يشتغلوا في أحد المشاريع السكنية في ماليزيا. الصورة هذه أثرت فيها جداً، أنك تشوف بنت في رعاية شبابها
تحمل حجار وتشتغل شغل شاق جدا زي هذا الشغل. ويعني استنيتها طبعا الصوره دي 3 ايام لحد ما لقيت الكادر المعين، بحكم انه طبعا 3 ايام صح انه فتره مبالغ، بس المشروع كان يعني قصاد البيت اللي انا كنت ساكن فيه، فاستنيت اللحظه المناسبه عشان اخذ الصوره هذه، ولا زالت يعني من افضل اعمالي انا اعتبرها في حياه الشارع. جميل. طب محمد، انت تركز على عنصر التوقيت، هل في عناصر اخرى تركز عليها لما تلتقط الصوره؟ بالنسبه للاندسكيب انا اركز، او خلينا نقول التصوير المعماري او تصوير الطبيعه، غالبا ما تلاقي صوري اللي هي مساجد او معمار اسلامي، هذا بالنسبه لتصوير الطبيعه، فحاول ان ادمج جمال الطبيعه مع جمال المعمار الاسلامي. فغالبيه صوري لو تلاحظي ان فيها معمار اسلامي، مساجد او بنايات قديمه عتيقه حاجه زي كذا. بالضبط. اما بالنسبه لحياه الشارع فاحاول قدر المستطاع انه المتلقي او المشاهد لما يشوف الصوره توصل له الرساله اللي من وراء الصوره، مش محتاج ان انا اشرح يعني الصوره، اذا ما وصلت الرساله او جلست تشرح بعشر اسطر ايش معنى الصوره، فهذه ما تعتبرش صوره حياه شارع ناجحه، فلازم المتلقي خلاص يفهم الصوره ايش اللي وراها. هذه الحاجتين اللي اركز عليهم في المحورين هذول. ممتاز. والبرامج اللي تساعدك في تحسين الصور او تعديلها؟ والله انا استخدم نوعين من التصوير او نوعين من البرامج، اللي هي برامج باللابتوب لتصوير الكاميرا اللي هي الفوتوشوب طبعا استخدمه، وتصوير الجوال اعالجه بالجوال عن طريق 4 برامج استخدمهم، ولان انا استخدم معالجتي للجوال اللي هو عن طريق مراحل معينه. برامج الجوالات غالبيتها يعني تضعف من الصوره، تخفف من الكواليتي، تعمل بكسلات، فلازم تعرف انت كل تطبيق ايش مميزاته وايش نقاط ضعفه. علشان كذا انا استخدم مثلا برنامج الفوتوشوب بالجوال البي اس اكسبرس، استعيد فيه معلومات الصوره اللي هو اضبط درجه اللون، اضبط يعني استعيد معلومات من الشادو، من الهايلايت، نقاط البياض، نقاط السواد، درجه حراره اللون. بعد كذا افتح الصوره بالسناب سيد عشان لو اشتي احط بعض البراويز او اركز على عنصر معين، لانه برنامج السناب سيد من اقوى البرامج ويسمح لك انك يعني تعدل على كل جزء بالصوره لحاله، هذه ميزته. بعد كذا ما افتح برنامج اسمه اير برش، لو انا اشتي اضيف درجه لون او تون معين للصوره، ونادرا ما استخدم برنامج اللينس ديستريشن اللي هو ال دي، علشان لو انا اشتي اضيف اشعه شمس لكان معين وبس. جميل. واستخدم بعض الاحيان البيكس ارت عشان لو بضيف توقيعي او حقوقي، لانه من افضل البرامج انك تعمل حقوق او تضيف حقوقك على الصوره. طبعا هذه اعلانات غير مموله، وبالاضافه الى انها معلومات مهمه لهاويه التصوير في الجوال من المشاهدين. شكرا لك محمد. طيب لو الان نتكلم عن تجربتك في اليوتيوب، كيف؟ احكي لنا عنها. تجربتي في اليوتيوب، طبعا انا معي قناه يعني لها فتره، بس كانت يعني مطروحه زي اي واحد معه قناه من غير ما يستفيد منها. فالفكره تولدت في راسي تقريبا قبل سنه وانا عدنا في ماليزيا، لانه دائما لما كنت انزل صوره بالجوال بالفيسبوك او انستغرام، الناس يدخلوا لي على الخاص او في التعليقات يقولوا لي يعني مش معقول دي صوره جوال، يعني كيف صورت؟ يا ريت تفيدني احنا، يا ريت تشرح لنا كيف تصور في الجوال. فبدات فكره في راسي انه ليش ما عملش، غالبا انه في عندنا شحن احنا في الوطن العربي بشكل عام او في اليمن بشكل خاص عن تصوير الجوال، تصوير الكاميرا في كثير بس تصوير الجوال قله ما تكلموا على هذا الجانب. فقلت ليش ما اتكلمش على هذا الموضوع واطرح تجربتي واطرح طريقتي، ما بقولش دروس اننا يعني اعطي دروس، لان انا عاده مش لهذاك الحد ان انا اعطي دروس، انما تقدر تقولي احط طريقتي في التصوير والمعالجه. بس للاسف في ماليزيا مع الدراسه ولهذا ما لقيتش وقت، وكنت مشغول يعني بين دراسه وشغل، شغل ودراسه، فما لقيتش وقت ان انا اعمل الفلوجات وكذا. فلما جيت هنا لقيت بعض الوقت، بدات في الموضوع، ورغم انه اول فلوج وثاني فلوج في قناتي كان عباره عن مونتاج جوال، بس الحمد لله الفلوج الثالث تقريبا كل المتابعين ركزوا انه في نقله نوعيه صارت بالمونتاج، الحمد لله بدات يعني وصل اللابتوب حقي اخيرا. جميل. وبدات الان اطور من نفسي واقدم محتوى، انه المحتوى مش فقط معالجه الصوره، وانما كيف اصلا تلتقط الصوره بالجوال وبعدين تعالجها الى تخرجها صوره
نقول شبه احترافية. نعم محمد. بالجوال. محمد نختصر هذا الكلام بمقطع من قناتك نشوفه مع بعض. رجلي اليوم بيكون مختلف، اليوم ما فيش معالجة، اليوم بنتكلم على 5 نصائح بتفيدك جدا أثناء التصوير في الوصول إلى صورة شبه احترافية بجوالك. أول نصيحة هي أعرف إمكانيات جوالك. كل واحد مننا لما يروح يشتري جوال يسأل على مواصفاته، يروح يقرأ على النت، يروح يعمل بحث، يروح يشوف باليوتيوب ريفيوز عليه. ومن ضمن هذه المواصفات هي مواصفات الكاميرا، كم ميجا بيكسل، كم فريم بالثانية بالنسبة للفيديو. دي حاجة، وانك تستكشف كاميرا جوالك حاجة ثانية. اخرج صور بظروف مختلفة، صور في اضاءات مختلفة، اعرف امكانيات جوالك وما تصورش خارج هذه الامكانيات. مثلا في بعض كاميرات ما تصورش حلو في الليل، فلا تصورش في اضاءات منخفضة اذا كانت كاميرا جوالك من هذا النوع. وابدأ اطور نفسك في اطار الامكانيات اللي يسمح لك هي جوالك، وبعدين حاول تتعدى هذه الامكانيات. محمد، فين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ ايش هو طموحك المستقبلي؟ طموحي المستقبلي كمستقبل مش 5 سنوات، كبير جدا شوية، اللي هو ممكن أكون مدير فريق تصوير بعد 5 سنوات، يكون محترف جدا. بس إنما للمستقبل البعيد ممكن يكون من أهم فرق التصوير في الوطن العربي إن شاء الله. رائع جدا. طيب كلمة توجهها للشباب اليمني في هذه الأوضاع؟ في هذه الأوضاع حاول تشغل نفسك بأي حاجة ممكن تفيدك، ابعد عن السياسة، ابعد عن الأجواء السياسية اللي ما بتفيدك ولا بتخليك ممكن انك تغير شيء. عمل تغيير في مجتمعك، قدم شيء فيه رسالة، طور من موهبتك واكتشف موهبتك قبل ما تطور منها، واعرف انت بايش متميز وابدأ طور من نفسك، علشان كذا انت بتفيد مجتمعك، مش بتفيد مجتمعك بالكلام الفاضي وكثر المهاترات. المصور الفوتوغرافي واليوتيوبر محمد قاسم، نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم للاستضافة، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في تقديم المحتوى الهادف. شكرا لك محمد. مشاهدينا، وصلنا الى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها اسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، انا افنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. الى اللقاء.